ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا هوريكم ازاي ترجعوا الصور المحذوفه من الصور او الكاميرا. تمام، بس قبل ما ابدا الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مني، وتعملوا لي لايك عشان كده انتوا بتدعموني برضو. ماشي، اول حاجه ندخل على الصور زي ما انتوا عارفين، وبعديها ندخل على الالبومات اهي، انا عامل عليها دايره زي ما انتوا شايفين اهي، هندخل عليها. بعديها هننزل تحت، هنلاقي حاجه اسمها الفيديوهات والصور، ولا ملناش دعوه بالحاجات دي خالص. هنلاقي تحت المحذوف مؤخرا، هندخل عليه هنلاقي كل الصور المحذوفه، بس الصور المحذوفه دي بتفضل لمده شهرين، يعني ممكن تفضل لمدة شهرين وبعديها تتحذف نهائيا من الايفون، او يعني لو في ايفونات حديثة ممكن يفضل 3 شهور او 6 على حسب بقى. كل اهي كل 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 الصور المحذوفة، كل دي صور محذوفة. تمام، هنا بقى دي مفيش صور المستوردة ولا كده، في حاجات اسمها متحركة يعني صور اتحركت. تمام، دي تسجيلات الشاشة، الفيديوهات اللي انتوا صورتوا بيها تسجيلات الشاشة، ده على الايفون وده برضو لقطة شاشة، كل دول لقطات شاشة وحركة بطيئة، يعني فيديو انتوا صورتوا بحركة بطيئة، ويعني وانتوا بتصوروا يعني التليفون اتهز كده وبقت الصوره ملخبطه وكده كل حاجه يعني، والبورتريه وصور يعني كل الحاجات دي، وصور سيلفي والفيديوهات كل حاجه. تمام، بس احنا بس اللي مركزين بس على المحذوف مؤخرا، زي ما انتوا عارفين كل ده المحذوف. تمام، هقول لكم تحت هنا في 58 صوره و101 فيديو محذوف. تمام، يا ريت تكونوا استفدتوا من الحاجه دي، ويا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. فيلا سلام.